بسرعه كده. تالي يعني اذا اختصرناها في حاجات بسيطه، هي الست معظم احتياجاتها حاجات ما تتقالش، على راي الفاضله اليسا، في حاجات تتحس وما تتقالش. بس لا انت هقول كده، لا هقول احنا هقول برنامج صدق. حضرتك موضوعي وهادف ولازم تقولي اللي في نفسك. هقول نفسكم في، انتوا عايزين ايه، طلباتكم ايه؟ متهيألي القطاع الاكبر، وبجد بقى يعني هي عايزه تمشي في الشارع من غير، من اول البحلقه لحد كل انواع التحرشات، لان انا بعتبر انه حتى البحلقه دي نوع مهين من التحرش بالمراه، وبصراحه بيخلق حاله عدائيه. ولما بيقولوا الستات بقى شكلهم مسترجل في الشارع بسبب انه الرجاله ما بقوش يعني انتوا رجاله. انتوا لمؤاخذه اللي بتبقوا لابسين ضيق، مش كده صح؟ تفتكر؟ اه مش من قلبك والشباب دي. تعبان وعايز يتجوز، هم بيقولوا كده. هم بيقولوا كده، بس هي وبيقولوا الحقيقه، كمان انتوا بتحبوا تتعاكسوا. الحقيقه انا بحاول ان انا انقلك نبض السفاله، كم السفاله اللي في دماغ البعض. بيقولوا اول حاجه بيحبوا يتعاكسوا، تاني حاجه هي اللي لابسه كده، تالت حاجه انا قلت لك ايه؟ لا، ما هي ايه اللي الشباب هناك؟ تعبان. الشباب تعبان. فردي على هذه الاسئله او الطرح العميق. اقول لك رقم اتنين، قوليلي. الستات بتحب التقدير، ده مش كذب، لكن مش بتحب تتعاكس، او عفوا يعني الست بتحب تتعاكس، ده يعني نوع ما ملناش دعوه بيه، لكن الحقيقه انه الست بتحب التقدير. حتى اللي بيحصل من الايذاء بالنظره واختراق يعني البصه في الست كده اللي شكلها مؤذي للعين، ده ما هو مش معاكس ومش ايه موضوع. تاني؟ الست عايزه ايه تاني؟ الستات متهيألي عايزين ما يذاكروش للعيال، عايزين نبطل نذاكر لعيالنا، لانه دي خلقت كائن جديد اسمه الام اللي بتصرخ. يعني انا وجارتي كده دايما نقول لبعض سمعتيني وانا بصرخ امبارح، تقول لي اقول لها لا صدقيني كنت بصرخ انا كمان. فنفسنا واحده من احلامنا اننا نبطل نذاكر لعيالنا ونرجع نبقى امهات طبيعيات زي اللي بيطلعوا في الاعلانات، وبنلعب معاهم وبنحط دقيق على مناخيرهم والحاجات اللطيفه اللي دي. بعده كل طلباتك مجابه، انا النهارده مش هتروحي غير وانت مجبوره الخاطر. صدقني الله يكرمك يا احمد، مديني فرصتي. طيب الستات عايزين النموذج اللي مش انتوا بتقولوا بقى، يعني الراجل عايز مراته بتبقى اموره كده وشبه هيفاء وهبي، الست كمان عايزه النموذج الغربي للراجل اللي هو بيقف معاها في المطبخ وبيساعدها، عارف النموذج المصري بتاع احنا بنقف في المطبخ نلقط، ده دورنا. ده كتر خيرك لو اللي ايه جيت. هنعمل يعني هنعمل اكتر من جنب، بنلقط في المطبخ، بنقعد على السفره نستنى الاكل بلهفه واشتياق، وبنمسك وبناخد الريموت. كيس الزباله واحنا نازلين، يعني ده مجهود عنيف، هنضحي اكتر من كده. ده ايه؟ مجهود عنيف ايه تاني؟ يعني. بس متهيألي حاجه برضو ممكن تكون الست الذكية عايزاها، انه الستات عايزة الرجالة تبطل تقيم ادائها في الشغل بالذات قياسا على شكلها وعفوا وجسمها وطريقتها. نفسي الست اعتقد محتاجة انها تحترم من اجل عقلها وكفاءتها وطريقة ادارتها يعني للامور. دي كل احلامك؟ شفت امنياتنا بسيطة ازاي؟ كل احلامك؟ والستات المصرية عايزين كلام حلو. ايه تاني؟ يا رب اكون قلت كل اللي عند الستات. ده انت احلامك متواضعه جدا، انا احلامنا بقول لك بسيطه. الراجل المصري عايزين شايفكوا ايه؟ ازاي؟ عايزين ايه؟ خلاص؟ اول حاجه حسن بيقول لي عايزه ورد يا ابراهيم. عايزين ورد عايزه يا ورد يا حسن، ابراهيم. عايزين ورد يا حسن. اول حاجه